بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في هذه المحاضرة نتحدث بمشيئة الله جل وعلا عن بلاغة الحديث النبوي، فنتعرض للبيان النبوي ونتعرض لمؤهلات البيان النبوي ولخصائص البيان النبوي. نتعرض لمؤهلات البيان النبوي وهي موجودة في عدة نقاط: الفطرة النقية والبيئة العربية والمنحة الإلهية والنفحة القرآنية. البيان النبوي نجده يتربع على قمة البيان البشري، وكان لهذا التربع عدة مؤهلات، منها الفطرة النقية. فقد اجتمع للبيان النبوي ما لم يجتمع في بيان غيره من بني البشر، مما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم عن جدارة واستحقاق لأن يكون تاليا، وأن يكون بيانه تاليا للبيان القرآني، وفي المرتبة الأولى في البيان البشري. من ذلك الفطرة النقية، فالله جل وعلا قد يهب لبعض خلقه النبوغ والعبقرية، فيكون الواحد منهم نقي الفطرة حاضر البديهة واعي القلب فصيح اللسان. فهذا غلام حديث السن جاء في وفد لتهنئة عمر بن عبد العزيز بالخلافة، وقد تقدم الغلام بين يدي أمير المؤمنين متحدثا باسم الوفد، فقال له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أليس في الوفد من هو أسن منك؟ فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان فينا من هو أحق منك بالخلافة. يا أمير المؤمنين، إذا وهب الله المرء قلبا حافظا ولسانا ذاكرا فقد استجاز له الحلية. فأعجب أمير المؤمنين بمقالته، ثم أذن له في الكلام. وبعد أن تحدث الغلام ازداد إعجاب أمير المؤمنين به. وما نزال نسمع عن صغار فاقوا الكبار في الحفظ والعلم، فما بالنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المختار من بين صفوة الخلق لإبلاغ الناس رسالة الحق. لا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية في سلامة الفطرة ونقاء القلب وذكاء الذهن وتوقد الخاطر، مما لم يبلغه غيره من الناس. ومعلوم لنا أن مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم الفطانة، فهي صفة ملازمة له صلى الله عليه وسلم. فرسول الله جل وعلا ذو بصر نافذ وذهن متوقد ونفس نقية وحس صاف، وقد استمر له ذلك على الدوام، مما ساعده على تصريف الكلام وتوليد المعاني واشتقاق المباني. فنطق به صلى الله عليه وسلم يعد جديدا في بابه، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مات حتف أنفه. ومثل قوله جل وعلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: الآن حمي الوطيس. ولا شك أن الفطرة النقية تستوعب ألفاظ اللغة وتراكيب العبارات، مما يعين على كمال البيان. قد كان صلى الله عليه وسلم في اللغة القرشية التي هي أفصح اللغات وألينها، بالمنزلة التي لا يدافع عليها ولا يدافع عليها ولا ينافس فيها، وكان من ذلك في أقصى النهاية. وإنما
فاقهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع صفاء الحس ونفاذ البصيرة واستقام الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الفطرة النقية كان بيانه صلى الله عليه وسلم فاق البيان البشري. ومن المؤهلات أيضا البيئة العربية، فلا شك أن المورد الأول الذي يرده الطفل فينهل من معينه هو البيئة، يكتسب منها الطفل لغته وعاداته، والشأن الأكبر في اكتساب المنطق واللغة يكون للبيئة، حيث تكون المخالطة والمحاكاة، ثم ما يكون بعد ذلك من سمو الفطرة ونقاء البصيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في بني هاشم في قلب قريش، وقد أناقت اللغة العربية بواديهم. ويساعد في هذا أنهم سدنة البيت الحرام وسقاة الحجيج الذين يقصدونه من كل حدب وصوب، مما أهلهم للشرف والسيادة. وكان للعرب أسواق يخشونها في مواسم الحج، وكانت تجارتهم الرائدة في هذه الأسواق الأدب العالي من الشعر، وكانوا ينصبون قبة لمن ارتضوه ليكون حاكما بينهم، ويتوافد عليه الشعراء ينشدون أشعارهم، ويحكم في نهاية الأمر لهذا أو ذاك. وليس الأمر كان قاصرا على الشعراء، وإنما كان للخطباء نصيب لا بأس به. في هذا الجو الذي يعبق بالبيان العذب عاش النبي صلى الله عليه وسلم طفولته وهو صبا. فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قبيلة بني ساعدة، وهي بإجماع الرواة قد اختصت بين قبائل العرب بالفصاحة وحسن البيان، فهو عليه الصلاة والسلام قد رضع اللغة منهم رضاعة اللبن من أمه حليمة السعدية، علاوة على أنه صلى الله عليه وسلم قد تزوج من بني أسد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت هجرته إلى يثرب فخالط الأوس والخزرج، فنجده عليه السلام قد تقلب في أفصح القبائل منطقة وأعذبها بيانا، فكان لكل ذلك أثره البين على منطقه الشريف. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر. الأمر الثالث وهو المنحة الإلهية. لقد عبر عن هذه المنحة الإلهية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أعطيت جوامع الكلم، وفي رواية أوتيت، مما يدل دلالة قاطعة على أن البيان الجامع الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم كان منحة إلهية وهدية ربانية. يقول جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذ أن وقوفه صلى الله عليه وسلم على أسرار اللغة وغوامضها وإدراكه لحقائقها ودقائقها أمر لا بد منه حتى يتم البلاغ عن الله جل وعلا والبيان للناس. يقول جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وقد أعجب الصحابة من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول له عليه السلام: يا رسول الله، قد طفت العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
ولقد امتن الله على رسوله بذلك البيان في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الأمر الرابع من هذه المؤهلات النفحة القرآنية. من التقاليد المرعية لدى العرب أنهم كانوا يعهدون بأبنائهم الصغار إلى مرضعات البوادي لتصح الأبدان ولتستقيم الألسنة، وهذه العادة تضرب بجذورها في القدم. لهذا لا يمكن أن نتجاهل أثر القرآن الكريم على بيانه صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان جبريل يقرأه عليه صلى الله عليه وسلم ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان يأمر بكتابته، وكان صلى الله عليه وسلم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالقرآن الكريم وبلاغته، لذا جاء بيانه صلى الله عليه وسلم تاليا للبيان القرآني. ولننتقل بعد ذلك إلى بيان خصائص البيان النبوي. فمن خصائص البيان النبوي الإيجاز في المنطق، وهو التعبير عن المعنى بلفظ أقل مع الوفاء بالفائدة، أو هو كما يقول ابن سنان: إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ. وللإيجاز في البلاغة مرتبة عظيمة، ويكفي في بيانها أنه سئل أعرابي: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز. فقيل: ما الإيجاز؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد. ومما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لآخر يقول له: كفاك الله ما أهمك، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه البلاغة. وسمع مرة أخرى من يقول: عصمك الله من المكاره، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه البلاغة. ولنأتي إلى نموذج يظهر هذه الخصيصة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أهديت له صلى الله عليه وسلم قبطية، فأهداها لزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهداها زيد بدوره لامرأته، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أخاف أن تصف حجم عظامها. ففي التعليق على هذا الحديث ننظر إلى كلمتين موجزتين معبرتين. الأولى كلمة تصف: الثوب الرقيق الأبيض يلتصق بالجسد فيكشف عما استتر من مفاتن المرأة، فيكون مثل هذا الثوب كمثل الواصف لهذه المفاتن. أما الثانية فهي لفظة عظامها، فهي توحي بما يأتي بسمو الأدب النبوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أعضاءها، بل قال عظامها، مع أن المراد لحم الأعضاء في حجمه وتكوينه، وذلك منتهى السمو بالأدب، لأن ذكر أعضاء المرأة في هذا السياق هو في الأدب العالي أشبه شيء بالإسفاف والسقوط. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، حاشى رسول الله أن يكون كذلك، وقد قال في الثناء عليه خالقه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فضرب حجابا من اللغة على ما يمكن أن يثيره الذهن من صور رخيصة، فلفظة أعضاء
تحت ثوب رقيق أبيض تنبه إلى صور ذهنية كثيرة وسافرة. أما لفظة فتنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك حيث ضرب حجابا من اللغة على هذه المعاني السافرة لأنها لفظة مبرأة من كل نزعة وخالية من كل غرض، فهي في الحي كما تكون في الميت، بل هي بهذا أخص بالميت وهي العظام، وتكون في الجميل كما تكون في القبيح، بل هي بهذا أخص، وتكون في الشباب كما تكون في الهرم، بل هي بهذا أخص. ومع كل ذلك فلفظة عظامها تؤدي الغرض المقصود، لأنه لا قيام للأعضاء إلا بالعظام. الأمر الثاني من خصائص البيان النبوي الدقة في التصوير. الصورة التشبيهية أو التمثيلية تتعاون قوى النفس في فهمها، لذلك كان التشبيه أداة ناجحة في الوصول إلى الهدف لما يترتب عليها من شغل الباطن وشغل الحس الظاهري، فهي تمتلك النفوس بكل ما فيها من قوى فكرية أو خيالية، علاوة على أن النفس بها أنس ولها ولهذا تميل. والبيان النبوي يضرب بسهم وافر في هذا الميدان لما يدركه من دور التشبيه من تأثير على العواطف الوجدانية. وقد كانت الرسالة المحمدية بحاجة إلى هذا التأثير، لأنها جاءت بقيم غير القيم وبمفاهيم غير المفاهيم، فالرسالة بهذا الشكل لا يسيغها العقل الراجح على ضدها إلا تحت تأثير العواطف في مثل هذا التصوير البياني الخلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن الحق هو الذي ينصح أخاه المؤمن فيبين له الحسن من القبيح، لأن الإنسان لا يرى عيوب نفسه كما يراها غيره. والحديث يصور هذا المعنى حيث شبه المؤمن بالمرآة، وليس المقصود إثبات العقل، وإنما المقصود إثبات أن ذلك الشيء سبب في العلم ولولاه لم يعلم، لأن ذلك العلم طريقه الرؤية، ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآة، فكذلك لا سبيل إلى أن يرى الإنسان عيوبه إلا عن طريق أخيه المؤمن. فقد جمع الحديث بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن المؤمن ينصح أخاه بما يراه من حسن أو قبح، كما ترى المرآة الناظر إليها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه. الأمر الثالث الجمال في التنغيم الصوتي. فالتعابير الفنية تكون على وفق المعاني الثائرة في النفس، فالعلاقة قائمة بين الصوت والمعنى، فالصوت صورة للمعنى تلين وتشتد وتطول وتقصر، ويكون الوزن الصوتي أنسب كلما كانت الصحة النفسية أكمل. وليس معنى هذا خلو الذات من الهزات الطارئة تبع الوجود المؤثرات، لأن ذلك هو التبلد في الحس، وهو دليل مرض وليس دليل صحة. ولنأتي إلى الجمال في التنغيم الصوتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جمال قوله صلى الله عليه وسلم نجد أنه يتم اقتباس قوله في الشعر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن، فيقتبس الشاعر هذا النص فيودعه في قوله: قال لي الخاطب ماذا فوق هذا الحسن في هذا الزمن، قلت: قد حذرنا خير الورى، قال: إياكم وخضراء الدمن. وهناك التمثيل به لبعض ألوان البديع، فنجد مثلا السجع في قوله صلى الله عليه وسلم:
ارجعن مأذورات غير مأجورات للنساء اللاتي ذهبن وتبعن الجنازة. ومن الطباق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الأمر الثالث تصوير المعنى بجرس اللفظ، ونرى ذلك في البيان النبوي واحدا يرسم صورة كاملة للمعنى. دخل عليه السلام على أم السائب وهي مريضة بالحمى فقال لها ما لك تزفزفين، فهذا الفعل تزفزفين يرسم لنا صورة فكي أم السائب رضي الله عنها ووجهها في حركة قصرية سريعة تدل على ذلك المرض، وقد صحب ذلك صوت غير مقصود. لتتساوى ذبذبة الحركة القصرية نفسها وتتساوى مع هذا الصوت، والفعل تزفزفين من المضاعف الرباعي الذي يصحبه التكرار المتلاحق في الحدث الذي يدل عليه. هذا وقد بينا أن هناك مؤهلات للبيان النبوي توفرت في هذا البيان ولم تتوفر لبيان آخر، لذلك كان البيان النبوي قمة البيان البشري، وجاء تاليا لهذا البيان القرآني. فمؤهلات البيان النبوي الفطرة النقية والبيئة العربية والمنحة الإلهية والنفحة القرآنية، واختص البيان النبوي أيضا بعدة خصائص منها الإيجاز في المنطق، فقد كان قوله صلى الله عليه وسلم موجزا يحتوي الكثير من المعاني، ومنها الدقة في التصوير، ومنها الجمال في التنغيم. هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.